ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يا باب يا الله، ما زال المسجد الاقصى المبارك يعج بالمصلين، يعج برواد وعشاق هذا المسجد العظيم، يكتظ لله الحمد والمنه منذ ساعات الصباح الاولى حتى الان ترى هذه الحركه الطيبه المباركه من المسجد العظيم، المسجد الاقصى المبارك الذي مبارك في داخله، داخل المبارك في خارجه المبارك، من حوله مبارك، من تحته مبارك، في كل شيء الله اكبر ولله الحمد ما شاء الله. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. المسجد العظيم في ذكرى الاسراء والمعراج ما شاء الله، منذ الساعة الأولى من هذا اليوم المبارك، ورواد وعشاق المسجد المبارك يأتون صلوات وجماعات ما شاء الله. أرى هذا الجمع المبارك في هذه الساحات والبحار الطاهرة المباركة صراحة ما شاء الله، وقد أتوا من كل حب وصوت يرتبون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. يا له من مشهد، يا له من منظر، يا له من هذا المشهد العظيم الذي فعلا تنحني له الجمال والجبهات، تفخر هنا عاليا لأن هذا هو العهد الذي بين وبيننا رسول الله محمد بن عبد الله قائد هذه الأمة وقدوتها صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، العهد باقون يا محمد يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، مهبة النساء الأمانة حتى ألقيت بأسماء، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هؤلاء عشاق الأقصى، هؤلاء الذين أتوا إلى هذا المسجد العظيم يبايعوك مرة أخرى كل سنة والجميع بألف خير إن شاء الله في هذه الذكرى المباركة. تنعاد على الجميع سنين عديدة وأيام جديدة إن شاء الله. بس حط لي عشان لو
الله والله يا بطلوع لعنها أصلاً طراش حلوة يعني بس تحبس اللهم آمين آمين آمين